تكمن في كونه يحمل بين طياته وصفحاته تفاصيل الكائنات البحرية والأسماك وتجارة اللولو وقوانين القوس ومصطلحات السفن والدروب البحرية. كتبها المؤلف الباحث بأسلوب جدا بسيط وشيق وطريقة سهلة وميسرة. 10 سنوات من البحث والتنقيب والجمع والتمحيص والتنقيح إلى أن خرج هذا الكتاب. وعندما عرضت المعجم على الدكتور خالد السليطي حقيقة كان أول من رحب، قال لي دكتور ربيع احنا بالعكس الأمور هذه احنا نسعى لتحقيقها، أو قطر الوطنية 2030 هي الأساس، وهذا الكتاب لا يشمل قطر فقط بل يشمل قطر والخليج، لأن الغوص على اللؤلؤ والحياة البحرية المصطلحات اللي في قطر قد تكون نفسها في البحرين في الكويت، قد تختلف في نطق الحروف في الكلمات في عمان مثلا أو في الإمارات بحكم اللهجة الدارجة، لكنها تتساوى وتتشابه في المعنى والمفهوم المقصود بهذه المصطلحات. حاليا أنا أتكلم عن الأخوان اللي الأخ دكتور ربيعة على الكتاب. إحنا اليوم في حاجة لعيالنا أنهم يأخذون نفس الاتجاه، لأن إحنا اليوم اختلفنا عن قبل 50 سنة أو 40 سنة أو حتى قريب الوقت القريب قبل 15-20 سنة. كانت المدارس والجامعات إحنا نجيب الكتب ونجيب الوثائق من برا، كل الوثائق حتى عن بلدنا نحاول نحصلها من مناطق مصادر أخرى. اليوم صاروا عيالنا هم يطلعوننا هالوثائق، فإحنا نشكر الأخ الدكتور ربيعة على هالوثيقة اللي هي بيكون لها دور كثير وبتكون مجال بحث اليوم، وكل ما تقدم كل سنة أحسن من سنة، وأنا متأكد إن لها في المستقبل بيكون لها دور كبير، حفظت أشياء كثيرة كانت تكاد تختفي، وهذا نشكره ونشكر الإخوان في الحي الثقافي اللي تبنوا هذا الكتاب وهم ما قصروا تبنوا كتب كثيرة من هذه المجموعة.